أنا مش عارفة ليه كوريا بتفول على تدميرها بأي شكل في الأفلام، والمرة دي مش زومبي يتغول في البلد ويخربها، لأ دي كوارث طبيعية هتشيلها خالص. مسؤول تقني بيفكك قنابل، والمصيبة إن فكر إن شغلانته دي من أكتر الشغلانات الأمان، معرفش إزاي، بس لو هو مقتنع أنا مالي. المهم كان فاضله يوم ويتقاعد، وهو قاعد بيتسلى زي عادته وبيفكك قنبلة، كان حاسس انه ناسي حاجة مهمة قوي. اتاري سايب مراته الحامل في المستشفى مستنياه، شكلها من اولوياته. انا لو منه المفروض لما قابلها ادخل عليها بقنبلتين كده ولا حاجة، ما روحش وايدي فاضية. كفاية انه لما كلمها كانت غضبانة عليه وما رضيتش تقول له نوع الجنين ايه كعقاب عشان ما يتأخرش تاني. مسيطرة. واول لما قفل المكالمة معاها البلد اتضربت حتة دين زلزال، والناس جالها هلع، والمباني الضخمة بتنهار. وطبعا انا ما انبهرتش بالجرافيك التحفة ولا التمثيل ولا اي حاجة من دي. انا كل اللي فاجئني ان اول لما الكارثة حصلت كل الناس جالها رسائل من الحكومة على موبايلاتها عشان ياخدوا بالهم، واحنا هنا ما نعرفش ان في زلزال غير لما يخلص وبتبقى صدفة. هنلاقي بقى سكرتيرة الرئيس رايحة لعالم توقع حدوث الزلزال ده من 3 سنين، بس ما حدش عبره ولا صدقه، وبعد رفض كتير منه انه يساعدهم عشان متغاظ من الحكومة انها ما بتاخدش ردة فعل غير لما المصيبة تحصل. طب احمد ربنا ان هي بتاخد ردة فعل اصلا. عامة وافق في الاخر انه يحضر اجتماع الرئيس، وقال لهم ان بسبب بركان في 3 زلازل هيلبسوا فيهم، هيدمروا شوية معمارات مؤسسات مش مشكلة، اما الرابع حرفيا هيتنفخوا فيه، والحل ان احنا نجيب رؤوس نووية ونفجرها في اقرب نقطة للبركان عشان الحمم تنزل في المناجم ويخف الضغط شوية. المشكلة ان الرؤوس النووية موجودة في مكان سري في كوريا الشمالية، والمفروض تترحل على امريكا. فبدل ما البطل يتقاعد من اكتر شغلانة امان، لقى نفسه قائد الفريق التقني اللي هيجيب القنابل النووية وهينفذ المهمة. اتمنى يكون مستمتع. وهيبعتوا مع فريقه قوات ميدانية تحميهم، لسه ما سموش حتى، وطيرت القوات وقعت وولعوا، فالاوامر اتغيرت وطلبوا من الفريق التقني ان هم يكملوا المهمة، وان الدولة كلها معتمد عليهم، وهم اصلا عمرهم ما نزلوا ميدان، واخر واحد جرب يضرب فيهم رصاصة كانت من سنة. المهم اول حاجة عملوها لما وصلوا كوريا الشمالية انهم يطلعوا عميل مزدوج يعرف مكان النووي فين، مقابل ان هم يحرروا بعدين. بس العميل ده كان مستهيفهم بشكل ايه، شوية العيال اللي جايين يخرجوني دول، ونتش من البطل عشان مهزق محفظته، وخد خريطة مكان البركان، وبعد ما حفظها كلها عشان يفضلوا معتمدين عليه وما يتخلصوش منه. وكانت برنس في نفسه، لما يعوز يهرب بيجننهم وراه، ده غير انه لما بيلاقيهم محتاسين بيخطط لهم. بصوا انتوا هتقطعوا النور في المكان ده وهتلبسوا نظارات ليلية، اقتحموا المكان واقتلوا الحرس وخشوا هاتوا القنابل. والبطل عشان منظره ما يبقاش وحش كان يقول ما انا برضو كنت هقول كده على فكرة. المهم وهم بياخدوا القنابل، العميل كلم مسؤول صيني وقال له انا هديك القنابل مقابل انك تطلعني انا وبنتي من كوريا خالص. يقوم هوب هاجم عليهم جنود من الامريكان، وناس في الفريق اتصابت واتقتلت، والعميل قدر ياخد البطل ويخلع بالقنابل. وبعدين لقيناهم هما الاتنين دخلوا في خناق بعض لغاية لما لبسوا في شجرة، فاضطروا بعدها يلموا نفسهم شوية. والحلو ان البطل كان معاه تتبع، فلما هجم عليهم جنود تانيين 2 من فريقه عرفوا مكانه ولحقوه. العميل بقى كان طول الوقت واطي وعنده نية يبيعهم
لغاية لما البطل طلع الإنسان اللي جواه وصح ضميره. فالعميل قال له على مكان البركان والمنجم المنشود فين، وتفرقوا ساعتها. البطل رايح لمكان المنجم والعميل رايح ينقذ بنته. يقوم العالم يتصل بالبطل ويقول له معلش يا معلم، لو ما فيهاش إساءة أدب هنغير مكان المنجم. طبعا البطل كان هين عليه ساعتها يفجر كوريا كلها بالنووي اللي معاه. ومراته كانت قاعدة جنب العالم صوت في التليفون، فما كانش عارف يلم المشاكل الأسرية ولا الكوارث اللي هتحصل في البشرية لو اتأخر. عامة اضطر يرجع للعميل تاني عشان يعرف المنجم اللي اتغير فين، بس العميل كان محاصر وهيموت هو وبنته عشان ما سلمش القنابل. فالبطل جاله وشغل لهم النووي وقال لهم بصوا فاضل وقت قصير وهننفجر، يا تسيبونا واحنا نتصرف يا نموت بقى ونخلص الله يحرقك ويحرق دي مهم. فكلهم استسلموا للامر الواقع لان القنبلة ما بتقفش. فالعميل قال للبطل انا هاجي معاك ومش هسيبك، وبعد طلوع الروح قدروا يوصلوا للبركان، بس لازم يكون في تضحية في اخر الفيلم. العميل اللي عاش طول عمره خاين وواطي وبعدين اتطور وبقى انسان، انتقل لليفل تاني خالص وبيحاول يبقى ملاك ويكفر عن خطاياه. خد القنبلة ونزل لعمق المنجم لوحده بعد ما وصل بطل على بنته، ونتيجة تضحيته دي القنبلة اتفجرت والخطة نجحت وأزمة كوريا اتحلت، والبطل رجع لأسرته وربى بنت العميل وبقوا أسرة مترابطة مع بعضهم وعاشوا بسعادة. ونتمنى ما نشوفش كوريا في حاجة وحشة تاني. القناة دي البنت مصرية جميلة بتحاول تنقل تجربة الزواج من دول مختلفة، خاصة لأنها متجوزة من أمريكي، وكمان بتحب تجرب معاكو أكلاتها الكورية والصحية. فلو حابين هتلاقوا لينك القناة بتاعتها في الوصف تحت. والقناة دي لوحدة لطيفة بتعمل فيديوهات كوميدية لنفسها. أما عن أسامي فانز الجميل، مروة حسين، بسنت ناصر، مريم، هنا، منال سامي، فيروز، يارا فوزي، رؤى، أمنية هشام، نيكول، رودي وائل، روزي، وملاك بن طيب. أما عن الرسائل فأحب أقول لسارة أنت من أكتر الأشخاص الغاليين عندي جدا وبحبك قوي. ومروة حسين بتقول الرسالة دي لجنى، معلش أنا مش هقدر أغير البايس بتاعي وانت عارفة ما استغناش عنه. وسوها بتقول لدينا أنا أسفة قوي قوي بجد ما أقدرش أزعلك، عارفة أنك زعلانة مني بس بجد غصب عني، وانت أغلى حاجة في حياتي ما أقدرش أشوفك متضايقة مني، لو سامحتيني هكون مبسوطة وفرحانة جدا ومش هغلط تاني، بحبك جدا. في أكاونت باسم جيهوب بتقول لك يا جماعة أنا في ثانوية عامة دعولي أجيب مجموع عالي وأدخل الجامعة اللي أنا عايزاها أحقق حلمي وأفرح أهلي. وبسمة الباس بتقول لأختها ملك كل سنة وانت طيبة وعقبال سنين كتيرة جدا في فرح وسعادة، وعامة دي هديتك وأنا مش هجيبلك حاجة. وأنا أحب أقول لرينات كل سنة وانت طيبة تبقى فتحة خير عليكي وتحققي أكتر من اللي نفسك فيه. وكانت معكم لبنى ماجد ودينا عويضة من قناة كوريا أنيونغ.